سؤال من إحدى الأخوات تقول: ما حكم وضع الباسيجات، تقول كذا، التي هي الشعر، شيء من الشعر المستعار للتساريح، تسريحة الشعر خلال مناسبات الزواج، علما أنها فقط توضع خلال المناسبة ثم تنزع مباشرة للشكل العام فقط؟ شو الباسيجة؟ ما أدري، جامع باسيج. لا أدري، هو تقول هو شعر مستعار ويوضع مع التسريحة ثم بعد ذلك يخلع مباشرة. إن كان شعر مستعار هذا لا يجوز، هو أبلغ من وصل الشعر، ولا يرخص فيها للعلم إلا لحاجة حين يتمرق الشعر حتى يذهب، وليس مجرد اللي ورد الحديث التمرق محمول عند أهل العلم على القليل منه، بحيث أنه يخف وتريد أن تتجمل، يكون مثل سائر النساء، لا ما فيه مشكلة، لكنه خف، فهذا أيضا يسمى تمرق. أما إذا زال بسبب مرض أو بسبب مرض السرطان حمل الله وإياكم، أو بسبب داء الثعلبة، أو بأي سبب من الأسباب وضعف جدا حتى غير من هيئتها وشكلها، فيجوز لها أن تصل هذا الشعر وأن تعمله، وهذا أقرب الأقوال، وهو لا يفترق عن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة بن أسعد رضي الله عنها أن يتخذ أنفا من ذهب، فلا فرق بينها. لكن الكلام هو حين قال صلى الله عليه وسلم في شأن تغيير الخلق ونحوه، حين قال: المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فلاحظ قال المتفلجات للحسن، يعني هي جميلة ولكن تطلب الأجمل فيما حرم الله طبعا، أما جميلة تطلب الأجمل فيما أباح، هذا قد يكون مستحبا وحسنا. نتكلم فيما حرم الله من وضع الشعر ومثل تفليج الأسنان ومن تغيير الخلقة والعمليات الجراحية التي تكون مرة فيها عادية أو جميلة ثم تذهب لتغير خلق الله عز وجل، هذا الذي ورد فيه الوعيد والنهي، والشريعة واسعة بحمد الله في هذا، إلا ما يتعلق بالتغيير الذي يسميه العلماء التغيير التحسيني وليس التغيير الحاجي ولا الضروري. الضروري هذا العمليات الجراحية والحوادث والحروق، وهناك شيء حاجي أعلى حين يكون من آثار مثلا بعض التغيرات الخلقية الولادية على سبيل المثال، أو هناك قبح ولفت للنظر بشكل غير عادي ويؤدي إلى ضرر نفسي، هذا ما يتعلق بها. أما أن تجعل هذا الشعر، أما إذا كان اللي يسمونه يعني ماذا يسمونه الشباصة بكلة وفيها لفة شعر يسيرة، هذا ليس وصلا وهو مفصول عن الشعر، ويعرف الناس أنه ليس شعرا ولا يؤدي غرض تكثير الشعر أصلا، هذا أمر صحيح، يكون يعني أشبه بوردة صغيرة من الشعر إذا كان المقصود بالباسيجات هو هذا. أما إذا كان المقصود هو شعر أو ما يسمى بالباروكة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز إلا إذا أدى بالمرأة إلى حالة من القبح والتغير الكبير، الله أعلم. سألت أيضا عن الأظفار الصناعية، هل تعتبر وصلا؟ تركب في المناسبات تخلع بعدها مباشرة. بعض علمائنا أفتى بأنها غير جائزة، وهناك من قال بالجواز على اعتبار أن هذا ليس ما يخالف سنة الفطرة ونحوها، ويستخدم في غير الأكل والشرب ولا في غيره ثم ينزع، وهذا هو الأقرب، وليس هو من الشعر حتى نقول وصل، اللي ورد في النهي عن الوصل الشعر، أما هذا فلا أعرف، ولكن الحقيقة قد يدخل في باب نوع من الكراهة، لأن في تشبه من ترك سنة الفطرة أغلبها مكروه تركها أو كثير منها، ولذلك نقول هذا مكروه مثلها، أن يتشبه بمن ترك سنة الفطرة ويتعود الناس على هذا، ليس محرما، الأولى بالمرأة لا تفعله، لأنه يعني له أغلب حالات الذراع عند أهل العلم، أغلبها في باب الآداب هي على الكراهة، هذا من جنسها، أما أنه محرم لا أعرف في الشريعة ما يدل على تحريمه، الله أعلم. سألت أيضا عن ما يسمى بالمسكرة، إذا وضعت على الرموش هل تمنع وصول الماء وقت الوضوء؟ المسكرة إذا لم تكن شعرا هي الظاهر نوع من معالجة الشعر بمادة وليس شعرا، ما في بأس ولا يمنع من وصول، لأن المقصود الشريعة لا تقصد في ما بابه الغسل، لا تقصد الشعر، يعني مثلا غسل الرجل والمرأة لا يلزمه أن يبلل شعره كله، وكذلك المرأة لو كان شعرها طويل ثم قبضته من أعلى رأسها ثم روت أصول شعرها أو البشرة حتى تروت، يكفي هذا حتى لو الشعر جاف، وعلى الأقرب سواء كان هذا في